يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثنى يا لهلكات إيقون المجتمعنا إلا يونيه يفرد ذين إلا ماشي قسم ماشي قرمي ذا قديم مزاريثي إلا من ذخين المجتمعنا. أيها المثنى ذين نسوين من كل أس ما تفتج معه تسبع إبادة ما كشش ودي القزن نغسياوي أنت في الطقم إبادة الحاجة قال يا رحم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وهدر لنا نفين يجنف عنه أفي العلم النافع أفي النف دائما له درن غفل غير نسل أفي العبادة ولا شيء في الدينة بلك تسمعين للشوان السنسنية نثنى هذه السنية على نسل أتسف جنين دع يوم نسل أذن تهمن سو نقصان سقل الفهمة سقلات مسلم واشتقين اليوم يهيك يطول أية مثل ويعرب شدي تشبكس على خطر يخشن دخل إزوران قوي من المجتمع أشتقين وذي عيثنا وإلا لنا كل يوم يتسلدين مكرا يرقع إيمانيس مكرا يرقع نفسي ولكن يتسل هاي ذوي النظام باش أدف قلنا عيوف نسل سيد ربي من خلقه سبحانه وتعالى إخي قاري دايب مثلا باش أنا ميخدمي خير باش أسن دوكي إذ يفعل دوني أن شارك ذي ستة أن معاوان كل يوم الذي يفوي وكل يوم أدي حبير الجنة ذوي يقال سيد ربي قويس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم باش اسمي يخدم من الخير جوجراون باش هذه العلاقة العنيفة جوجراون ننفع الخيار دقون الخيار دقون غير سيد ربي التقوى سن إيمان التقوى التغيير مثلا ولاش العبد يسعى للنقصان ولاش العبد ونغلطان كل من عدم خطاء وخير الخطائين التوابون من كل العبد حشر ما طريق غلط وقسم لي آدم حشر ما ذلك عبدان قالوا دي دوني غلطة مرة مدل خيار ذلك سد وينك نيك تستوف لكني خطر العبد خلقه في السيدة ربيض الضعيف يقد وخلق الإنسان ضعيفا ويفكري دائما الذي يشعر الغلطات الذي يشعر العيون يأكل يفغي لي غرى العبد يشعر المستوى يسنكل يفغي لي المرتبة ينس ولكن ولاش العبد يكون سعرا لعيوب ولاش العبد يكون غلطارا على خطر باش اللي تسن هاي العبد ذي الغلطة في نس التترقي ذي في نفسي في نسي دي تمر شوي من ديرم باش اللي يجي جاهل اللي وخار العيوب الغاشي اللي وخار في نفان بالدن قلت الهاي هذا بالدن اللي يلهي ذي يمانيش اللي ترقي يمانيش ماشي اللي سفوتي ما يسفوتي ذي الغير رضا ماشي اللي تقل العيوبيش ولكن اللي يلهي ذي يمانيش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال قويس عزيز من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني الإسلام الدين الصفة دي الآن أن يشعر من شيء ما يلهير ذي ما نشد قويني في عنان أن يوخر أفين أفين أثنى لنا قلت في اتشار من العبد باش أذي زر أذي زر لا عيوف من الدن أذي زر الغلطة من الدن وذي تشوم إيمانيس سيد ربي مشيح سبحانه وتعالى ما يحمل يون أذير إزري صغر ذخيس أذي تولي للعيوفيس أذي تجاهل ثنفسيس ويتبع علم العورات الغشيم العيوف الغشيم أذي تفتشف أذي تفتشف من دل الترامي مثل ماشي وقيد يهياش مرض اجتماعي خطير أي قيمة يثير جماعة أده الدرف من دل ويشي من دخيني يهياش ما يلقى لغي يشمل
يزوران زدق يبوين بنادم يعرف باش هذا الدفاع ندارو حوايه ندارو حوايه اشي مديون ليه اشي مكزز ذاك نسيس ديكا وجتي هنا نسيس ديكا ويا ديام هذيك تشم ميك فوق غريون ديو غير غوايا ديو غير غوايا ديو غير غوايا وانت ريف مال ايفافيش من بعد انت في الدر البوليس غفي مانيس ولا عيوف الا دغس اخطر لا عيوف شويه غير بالدم امنوا مني نسعى لك نيم سنة تعالى ها هذه تتصرف في مكنيسة على كل يوم التعلوث نشوف ما قال رضا الله عروليس نسي ساعة سنة سنة تعالى في قناة وقناة ديونية هي كل يوعر أي مثل بشري تشبكس ازدخل من المجتمع اذن قليل واذن قليل حشيك هذه رحمة سيدة ربي ذين سوالين ذين نجرب يقولون نجرب عليك ماذا نجرب عدي مرة وقف تجمعة كامل ذين كل ثدار ثم كل ثمديت اذن قليل حشيك هذه رحمة سيدة ربي أنا أثنت فضل الدرس في العلم اللي فعلنا فين الدرس القرآن الكريم نقدر الدرس السنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص من الصحابة الكرام العلماء السلف نقدر فين اللي فعلنا في العلم اللي فعلنا إذا قليلا فضل الدرس فيا باقي النظر الدرس حشا أفلاني فغنا أفلاني كشمنا أفلاني إزنز أفلانيو أفلانيو نقد هدر في عباد داروح نروح أكشم دي كيوف دي كيوف مدن هنشتنا ديون المرض وذي عاية ثلاثة يتمثل الإنسان ما اللي نكشتنا أتوحب أتكشم من اللي يكون في الغير أتهدر 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 غفية النظر في قلب العيون سن أتشم تصرف داخلية العبد كيف لا ما هنطرق شيء كمية أنت راك شتي اللي تسمى قاد داعي ثفرة راك تسمى قاد طريد سفلى أنت راك الكامل شتي الكامل حاشا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وخرب وين خرب وين خرب وين ثقيلة قصد القاعدة ما تزار يون خرب وين إذي اللي تشتشنا في العيون من دل بشادة اللي وين اللي يسفوتي إذي الغشيمة اللي تشوه هي غار ورس زار كان ما يوهي العبد سيو نظر ثلاثة غيظة ثانت سوغين غار ورس اللي تسمى قاد العيون الغشيم العيون يصغر لك العيون من دل هاي خطر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى خرب وين خرب وينك لمرة أكو إذا ليت تكتشف هذا زار العيوب الغير نغاد هذه كان كاردة يفضح سيد ربي غادي يدي فلوس العيوب نيم أسدوك لنا كل العيوب الغشي مرة أكو أتزيد أتزيد في الناس كامل الكامل حاجة سيد ربي ولاش مول غلطرة ولاش مول سعر العيب ولاش مول سعر الذنب ولاش ونخدم على الخطأ الكاين أي مثل ما يحمل سيد ربي من العبديس أثي ديارشد باش أثي تسمى قي لعيو في الجيمانيس أثي تجاه الثنفسيديس أثي كثم كان يصرح إنس إيمانيس أثي وخرف في بريد الندري سبحان الله كان يتمثل وين العبدي الحاشر يكفهم يقضى عن سيد ربي تقله يتسلهي الجيمانيس يتسنشغر الجيمانيس يتسجم العباد وده ضرر في الناس وش يقبيانا وده ضرر في الغير نظام في حضرته مري الإنسان تسب يتسلهي كان يتجاه التنفسي سبحان الله ذا شوي يقبحن أكثر مريد من العبد ده الدرف العيوب من الدن العيوب يسن سيار كامل يتسوثن يدرغ الوليس في اللسن سبحان الله ويجعي انت بلين العباد والسينار العيوب يسن سام أكن يكثر يفضح الغاشي أثي يفضح سيد ربي سبحانه وتعالى وثي نيفلو ذي كل يوم في الهدرة في العيوب بس بلاد في تشفلس هذي دي بلور بس العيوب نيا أزدوك لنا كل عيوب مرة هذا أزدوك لنا مرة غير غرس سبحان الله التعيد مثلا غطر أنشتاقين خطير حاجة قواع غنا تعس ما لك تشمد دي الكلوف مدن أده الدرة في غشن أتكلم كاف في خمطة جسوس أتشتشم في العيوب مدن لبوان فابل الغشن فين مرة أكل إذن يعنان ذي الدخل ياسد قصر كان ذا بيس أن يكشم دي الغيبة أن يكشم دي الغيبة الغيبة ثعار ذا شيء الغيبة غير مثل ما تهدر ذاته ما كين سلمين يكره لو كان ذي السلاة ضر لتهدر ذاك الفلاك في الناس والفقار مثل هذا الغيبة غاس ما بقل لي لو أينك أني ما تهدر أينك أنت هدر ذاك لي لا تقصد السعب لكن يعتبر الغيبة كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له يشفي ولا شيء لكن دقر ذاك في الناس تهضرت في الناس أين يخدم بنا في نوع الذي البهتان أنا جرب ينجيبوني إذا ماذا قال لك شمد الغيبة أقيد ذي الحجة المحرمة من الكبائر سيد ربي قال ولا يغتب
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قد قصد ربي سبحانه وتعالى وهدر فلدي لغية قد مثل نون أدهدر فلسل لغية من سن أين فغلالة أين كرهن إذا أمين كنان السن أخشم الجفان إذا ما كنت سيما ذا قلو يشي ذي نحس فيها ما كان يموث أم كانت سبكشم ميسن سيموث أم استكشم الجفان أم استكشم الجفان إكستنك شو الجيفة حشم القجان أقوشان. إذن المجلس تجمع وسي قال الدور الغيبة ما رقم الجماعة هذا الدور الغيبة أدكشن العيبة أكشن العيبة وإن قرس المجلس الغيبة ما كان ستن الجيفة وإن أما كان ينقرس خلص أما كان يثيد له ذا ذا المجلس قجان أو ذا المجلس قوشان خطر ذاك شو الجيفة على ستن. الله أكبر. كما مثلا هذه يحسب العبد إما نيس إذا تصير مقرن إذا تصير ديو فرارا خزر كانوا شريح النبي صلى الله عليه وسلم دي قال من هلك من قال هلك الناس فهو أهلكه وين دينان هجينا كل غاشية إلا إذا نتسيك هيكنا خار خطر ما دينه هيكنا غاشية ما لا إنسا أبي إنسا يفيدنا ويهيك أنا إذا نتسيك أخير سن أخير مدر مرة لو كان ندى النبي المجتمعنا كل يريد يسفوت يدي مدر مرة لكن يقول صغير مغرب كل دلالي غاشي مغرب صغير مغرب أو حقنا الشغل ما تقول يا سخان وكل يوم مرة رجل في هذا ذكي نقول صغير مغرب دي غاشي وما ثبت ما تعدل بقول إذا صفت جمعات شرط إذا نرجع مرنا في جمعانية إذا العبد أكينين غلط لكم الدل مرة غلط لكم الدل إنسان يحس بما نشي وغلط ترى وجي من الكبر وجي ذا سمارك سمار إيمانيش وجي البعيد عن جرب جنوني من الكبائر في القرآن الذي الصغار العبادة الإيمانية الذي يحقر من ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر واشتمال الجنة من يسعان مثقال ذرة وإذا قال هذا أقل لفت دور أقل لفت سواطاس الصغار الإيمانية يريد اشتمال الجنة الكبر بطر الحق وغمط الناس إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذمن عنق بيالي حق ويحقر غاشي يقاد الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم بركيس من الشر لعبد يحقر من ما كاين شي سبحان الله. اذا انشتدي ونزمر هذا الذكر ذين يتقفل ذي المجتمعنا اذ مثل انس الهاي اللي عندهم مدنا نهضر غا في مدن وجماعه جمعه مره راه دارت جماعه اكي عجبنا بنادم لأن كل ثلاثة كل ثلاثة حشقة يا رحمة الله إلا ما رحم ربي لان المؤمنين ما نقبل مقبلة للغيرة أما سألنا ذهب كان في العلم في الدين في القرآن في السنة العلم النافع ولكن الكثرة ما يتمثل نحمل الهذرة في مدن ما نقبل أثقمن تجمع أدكش المرة يغاشي وين يكشن وين يقفغن وين يزنزن وين يوغن وين يقول وين يفكر مرة دي المشروع ترى مثلا قالت مرة كشمن دي السرية عاد زري ضرب لي خدمة كام عاد زري ضرب لي خدمة كام عاد زري ضرب لي خدمة كام الكثير من كرف الضحى من دل من كان جمال أخر التبع العورة الغاشي ونايف عن العورة أدي الدرع فيهم بشرة يحسي قدريس أعقل بلين غينا غاي ما نسفى ليش أضيف حسيب أبوك يا ديما خذل كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن في ديما إن يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين وهذا الثرى الغيبة في إنسيما لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته إن وهذا ثلاث فهم ثنونين سي من دي لغية من سن وتبع ثلاث صار من سن شخ السريات من سن بشدة ذن تفضحهم إن من يكتب عن السريات المسلم سي بشدة ذي فضح إن ذات يتبع سيدة رب السريات العورة أثي فضح ذي الكامل مخالف الله كيف كيف مثلا ولي جزايا إلى قصة عقل ولي جزالة السبعة العورة ما كنتش وينك هدرنا في عباد باش أبي طيح سي قدر نسن وينه مسعر القدر ويسعر القدر لو كان يسعر القدر أبي حافظه في القدر الغير يسن أنه شجاني قدر
إذن إنسان يقدر لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال قلت السنان القدر برقاز حشر قاز حشر قاز ليس السنان القدر برقاز ولكن هنا سعر القدر قلت السنان يقدر ويرمغن وإياك 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 المخالطة العبد سعر يقدر يقنع بيك يعبد يقول في مرة يعبد مشاعر الشخصية العبد يطيح لها في منس الشغليس حشر هدورها في مدن حشر مكان الحرام حشر قمسلين الديرين حشر أفضح يفضح مدن يعرف ذاك اللي يعطي بالله ذا شخصيين مش طوحث ضائلة جدا وزمرات سوالد سوالد كورش قط وزمرات سوالد وانسان باش ادي نذير دائما ذي كاتم غير نذير باش ادي جمد شخصية يمانيس ودا تديسيس وزميرة تديسيس دي الفعيل العيب باش قصني زميرانا ودي خبيبارا وزميرة دي خدمان وزميرة دي خدمان عمل الصالح عسان ازديك اما شو مسلية باش الفعل وزميرانا إذا ماذا شيء ذلك من أضل طيح شو إذا كيس عن يقضى أهل اللي صبغ الغرس أمو الشنين والسعر تستا يشو الدقو الشنين يكسس نقطة صغران باش أذو غير يوتو عقير الرسل إذا وين سعر الوقضى ولي لقال في الجلسة العبد أي مثلا أخطر حشو الطيح على الطيح سرقضى قل يس عن يقضى أكام يد مثلا أنشتاقين ونزمير أنا مثلا أذفنا الكاذي لا أصرنا إلا خطر العلم ينقص يفهم ما تنقص المادة في اللام المادة زوال الدقي بوي وقبلتك شيء في مسنين إذا أنت مسنين وتد سحوال الدقي بوي العب الزد ويني إلا عند المادة خطر قال دينا عصرنا ذين تسعيد تسوين ماشي ذين تسوين تسوين سبحان الله وغن وغن ولون المادة إثني شون مبادة شو اشتاقين يسيح الدرب شو اشتاقين يسال الجوجين الدم وياض نظم والعبد دائما يسعى النقصان اللي كامل حاجه سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى شنو انت شنو قايح شنو رويني رويني لاند الناقص ولاش اهدر ولاش الى لعب الغلطه ولكن ما تخزر الفعايل يسد العادي في تقى تقى الكثره هذه الفعايل يسد مرض يعيد اسخسر حاجه سخسر يسخسر حاجه الغلطه اللي يخدم ولكن الغلطه اللي موتش بها لازم وين يخدم وين يلها اذا الى خا غانت شنو قايح رويني العيان انت شنو قايح رويني كنا الوين اللي يخدم مكنا يلها على نتما خايب وباش الشوط اللي نسد ديري على نتما خايب باش نطيح يس الله اكبر سعيد بن المسيب رحمه الله في دينا ان ذاك نيفوي لي هو الانسان الشريف هذه اللي العالم هذه اللي ذو الفضل هذه شعور اي اي مرة اكنيفو ذي المرتبة نسد العلم يد ولكن تفضل دائما يسعى النقصان دائما يسعى العلم ولكن الفعايل يس العالم غيفر النقصان نيس إلا تقول الجزارة تهضر في النقصان ني لسا الزاد الفعايل العايم يخدم خطر إلى قدر أتقدر أهل الفضل إلى قدر نتقدر كما يد مثل الكامل حاجة سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى الإمام حاتم بن حبان رحمه الله في دينا إن الواجب غف العاقل إن أوت إن أدي وخار أوت سيسال أنا في العيوب الغشيم أوت سيسال أنا في العيوب من الدربة شدد نيويم إن أبي الهيم ذا العيوف جيمانيس إن ذا ماذا قلت هذا العيوف جيمانيس يجل العيوف الغشيم إن ذا أبي تهني الخطريس العقلية سنة تقعد إن ذا أبي خذ الدينيس أبي حالف أفل حسن أفل حسن في أجرينيس سبحان الله التوليف مثلا ولكن هايات أن دارد فضي عبد السيد يعبد السيد سنهين ذا العيوفيس يجل العيوف الغشيم سبحان الخالق كما يتمثل ذنش تقوك في عمر المجالسنا في جموعة من المرة وضيقنا التعمر حشم الغيبة حشم النميمة حشم أفتش أفلايوه أفلايوه من الدل أو الوراء فضحا ويض وزرر بليم حشم وينك فضحا الذي سوى فضح أكا كما يتمثل سيد ربي قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أنا زيس أويني تلهين للعيوه سيجام العيوه الغشيم سبحان الله كيف مثلا السلف الصالح العلماء النار السلف الصالح تشوين بلي النفس البنادم النفس البنادم تقيت عدم في العبد سيد ربي قد إن النفس لأمارة بالسوء إذا العبد ذي اللي هي تسلف سيدي نس موشا تشوف الوبريد أخطر نسديه آتي ديامرا باش ذي اللي هي العيوب من دل إذا إلى قد كيف حتى نفسيتيس باش ذي اللي هي العيوب سنسان باش أذى نسيح إذا أبي جهة نفسيتيس وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يقال سيد ربي قويس قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وينك لك جهد لكن تنفسيديس يزكى تنفسيديس يبدو هنا اذا رحمة ربي يغري في الدو سبحان الله نشغي العباد سلعيوه انسان ولكن
وتأخرنا في العيوب الغشي. خطر السلف علماء السلف سلف كربلاء رحمه كسبوا لنا ذهبنا في العيوب مدن ما ذهبنا في العيوب مدن أهني دي في الأوروبي العيوب مين نعم شيء لنا وقبي بليش الأوروبي ما يعرفني إكس إكس على الشويس العيوب مدن العيوب مدن مرة قصلي ديوي أدوين أدوين غربوس مرة أهني دي في الأوروبي العيوب مدن يقابل الأعمش رحمه الله إلى تشيرس لإبراهيم إبراهيم بن أدم بن أدهم رحمه الله إلى ذا بأمه دينا إذ إني لا أرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. سفك ربي الرحمن من إبراهيم بن أدهم يقرد أذوير يهتم ساتو يثع جيفانه أذوير حاجو يثع جيفانه إذ ولكن ذا شو مالي يمنع وده درغا فلس وزنا ما ده درغا فلس إذ دوغا بغي يدي في الأوربي سينا ما درغت فلس يدي في الأوربي سينا يدي في الأوربي الله نمس لربيع بن حثيم إثلاس يا فوربيا ننسى شيء ما جمد شوية كده هدر له من دن وجمد هدر له في العيوب الغشي وده هدر له من دن إنيس ويتجلف ويتجلي إيمانيو باش ده هدر له من دن إنيس إيمانيو بدت وصل غير باش باش أضر قاع على عيوبهم إنيس الهيا تصل في سيديو تجاهدت وتصل قاع على عيوبهم معناه مجل معناه تصل هيا قبل عيوبهم العيوب إن دوس إنيس تصل هيا قبل العيوب من دن ربيع بن خثيم رحمه الله وكيد قال إن ندلو كان سعين وكيد حبيبنا ربي إن ندلو كان سعين دلو في الريحة إلى الجزمراء يقيمون الطافين وين سلاحها معنى غلص شور الدلو إذا لدي نهو الدلو في نسادة في نيكس وتسلها يرد العيون الغشي نهو الدلو في مدن وكيد ربيع بن خثيم إثنى سيعفو ربي عاون ابن عبد الله رحمه الله مكدينا إن ندل إن دخلوا قبل جزاوة لغاية الدرف من الدن إن دع قرر بليغ فلغ في ماليس إذ درف العيوب من الدن إن دع قرر بليغ يغفل في العيوب يشوفني زرارها العيوب يشوفني ويرا إتسل هاي العيوب من الدن العيوب يشوفني ويرا أمره ليس عن سنة التعرار وإسمه قير سنة التعرار ليس إسمه قال أرثعروثني أليوث أرثعروثني أرثعروثني نهي مثل إلا لك الزلسة تصف لسنة سنة التعرار ليسا كم؟ سبحان الله كرب ورقز ألي نهيد العيوب من الدن أعقل بلي يغفر في العيوب يشوف نظرنا ابن شيرين رحمه الله مهدينا إند الكنية ذي العصر السنة إفلسني عفور بهم إند أكثر الناس بويدك يستخسر بويد يسعن العيوب من رغب أني بهم إند ذويدك يتشلهين العيوب من الدن إند ذويدك يشعر من العيوب مسفهمين مثلا أني يشعر من العيوب إذوين يتشلهين العيوب من الدن إني يقول إذوينك يشعر من العيوب من رغب الفضيل ابن عيار أمهدي قال إند خرب قوين إند ذا حسن إند ويتبع العيوب من دن باش نبقى نعيبة ذلك حشان تساوي ذيعيك لذي تفانك أظهر كان أكدي قال إند ما نتساف أذكر دائما تشو أذكر العيبة ذو قوين ندري إند مالك ابن دينار رحمه الله إند باركية سيلة عبد الخيانة مريلين يتسخلط الخيان جماعة مثل هذا الجماعة تسلك شمال المدن أمين تسلك شمال الجيفة ذي الخاين هي الخيان سبحان الله كيان إلى دوباركي يسي إلى عبد الشهر مريني ولي خدم الرصلاح ولكن يسفوتي ولي خدم الرصلاح الله وخاصة ليه مثل وإذا كان يكسفوتين ذي العلماء لن وإذا يسفوتين ذي العلماء لن لا يبذ مش يخزون علينا مش يخزون العلماء ما العلماء التفسير ما العلماء الفقه ما المفتيين العلماء المعاصر إذ في الوصل رضي ربهم ولكن الصنفاني الجهال المدينة أرني ما نسد مذني غير العلماء أكثر نسد ويرنا لا عمر مقيد تكثث القرآن الكريم لا عمر نرى الكتاب التفسير لا عمر واستعرفنا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم استعرفنا له ذو القرآنيين نولثنا سفتين دين علماء رجعوا بجينوني ولكن أكبر وأكثر خطورة بدين سفتين دين علماء قرد بعض علماء السلف فلسنا عفور بهم إنك ونسمع قيد ونسمع قيد ذي العصر مع العبادة سلكثرة صليفة نصل كثرة الصوم إنه دي سبقين العبادة وإنه ينفن العبادة تراجل ويهدرر في الأسل
يسكن الكاس تاع اليوم ماشي جرى اليوم من دلو يهضر انا في مدن ينادو ينادو الصح ديال العباده ينادو ما نقول حكم انا سالكثر تصاليت انا سالكثر الصوم بلا نخدم العباده ينادو ولكن نحكم مالي اللي ماشي شنهيد العيوب ماشي جرى اليوم من دلو ينادو ولا شنهيد العباده بقدر الله من المبارك رحمه الله ينادو ولا يستخف في سبع ولا لا تهضر في الاسنان ونهار ينادو الاخر في سير القريش ابن عباس رضي الله عنه في دقان الى دمين ابن ابي عجبك اذا هضرت في العيوب من دم يمتى هضرت في العيوب فيه الله ساعد العيوب قالت له في كيك ضرب بغين قالت مش غير باش تجبط مش غير على ذوية يخلطك الضعيف وخلط الانسان ضعيفا ويفكير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يوم الصفة يسيد دائما اس غلطت حشا غلطات غلطت ولاش لعب دون غلطانة اصلا هيد الغلطة في نينك اشجاه التنفس في نينك واتو من دروث هذا الضرر في الاسم كل من ادم خطاء وخير وخطاء الى التواب اذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه قال ذكرت سيد ربي هذه المجالس الولد ذكرت سيد ربي الى دوليد الدعاء يعني دولي كلمة ذلك لدى العبادة قلت سمها هاي تذكر مثلي إلا دولي لدى الدعم خزرت كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما قيت أيد مثل أسف كربي الرحمن رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة الكرام وذي صلى ربي وذي سلم في النبي عزيز صلى الله عليه وسلم إثنى دي ربان دي المدرسة إنس ابن عمر إمد ذي المدينة إمد لن أقوام لن يعيدان سعال لعيوه سعال لعيوه إمد ولكن فني ونصف هدرنا في العيوب الغشي وهدرنا في العيوب الغشي ساعة العيوب الاثنية وهدرنا في العيوب الغشي إينا تسيد ربين يرم الدنو هدرنا في إينا تسيرا يقفلوا قماش من الدنو هدرنا في الاسم الاثنين إينا دقوا عاش نسوصرا موثنا بلا العيوب إينا دقوا لكن لا العباد لا القوى من نظام لا العباد إينا دقوا سعينا للعيوب سعينا للعيوب ودي فنوان للعيوب في الاسم إينا دقوا لكن الطفل لا يمام السنة في الغشي ما هدرنا في العيوب الغشي إلى سيد ربنا في جنازة العيوب ويسرح من الدنيا الدار في اللسن وموثن سل العيوب وعاش لك من أرمي موثن الدار في اللسن من أرمي موثن أرمي موثن سل العيوب الله أكبر الكعية مثلا إذن ماذا قلنا ما إذا كشين ينطف الهذا يمني كي هذا وذل هذا هذا العيوب الغشي أدي أتصر تحت نفسي لك أدي تهني الخطري أدي كيف كسيد ربي المحيب بغض بلون الخلق ذاك حميم وكي جزي ربي سلخير نغير يتخدم بك تصرم الدن في الهكا دي العيوب يكشيني والعباد تصرط كربا يتزرد دي العيوب تصرط إلا تسير ربنا ذاك يصار العيوب وكيف بحالة ما تعيش المسطور أما دي الدنيا أما دي أخر الله من سطر المسلم من سطره الله في الدنيا والآخرة كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ملك الله ذي العبد إن شغين سعيوب الغشي ها ويهرم يرسيس غذخل يند سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يند في كل أذي في كل بغضة الكره الجامد قولوا للغشي ما تكره من الدن وهذا الضر في لاس وهذا بغضا يون في حملة لا يون يجب لا يون وتسلم على الطافيس يون يون رب العالمين لا يتسفو في الزرارة وفي الزرارة سبحان الله كما يتمثل قرد العلماء السلف في مثلا يقدر يدرسني يعني أمراض نفسية عمثية إني أخرج وإني كهدرنا في الدن كهدرنا في الغشي يعني تشتشنا في العيوب من الدن حاجة وإني سعى العيوب إيه القرآن اللي يهدرنا في العيوب الغير مدر خطر يسعى العيوب القرآن وإذي يعبس على القدر وإذي عبد الجر القدر في مانيس يكلم كانت طيح شوية باش أدي غوم القدر أدي غوم لعيوب نينس إنسان سبحان الله ونك نينك زرى نك نمانيس ويسعى المزايا إذ وين غادي الصغار من العيوب من الدن وين خدم شوية كان كي غلط مسكين كان كادي شوية إن هذا الشموع وين بيش فكر في لسان سلاي إن داعي خطر من سامح قول ويسعى الشخصية ويسعى يقدر انت شي مانيش لي عيب الوجود ينس بالذات ذي العيب كم الله أكبر كان تقرن العلماء انه اذ فلسنا لا ظلم يا لا ظلم يقال ابو عاصم النبي رحمه الله يند ولا يند خير وينادي هضر من غف مدن اين نديري الغايبه ادي هضر في مدن ادي هضر في غاشي اين كنا وفينا انا لو كانت شنو نقول انا دي لو غير نسال ادي هضر فلسنا اين نديري يند ودي حاجه السفيه ومسعر الدين إذا يكتب سيدي ربي السلف الصالح ودهدرنا لنا في غشي في فرسن وسندينا لنا نزر من العيوب الغشي
شفتي شنو لنا في العيوب قويه اي خطر وكذب باش وكذب عندنا ثاني ديال لوسي ديال ربي في العيوب ديال ما فيش اللي تسمع ديالو تشفتش في العيوب لا لا نيفر وتسوى ذلك صعب لك دي فيلور بس لا يوفى مين هنا تنسعود تنسعود وكيف راح سيد ربي داخل بخامي الله أكبر كان يتمثل إذا مش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم أدي قال من حسن أخلاق المرء تركوه ما يعني إسلام المرء دين العلم ما في الجب أي نكن على أي نكن على له وخلاص سبحان الله شنو ينسيم حارف في منيه حارف في قبره الهين الشخصية ليك الهين العيوب ليك الهمس نفسي ديك الجهه ديالك اي خطر صعيب تخدمت ديال الغلطات خطر صعيب النقصان يخلقك تربيض الضعيف ويفكيك ضربنا اي نقاط هي الديمانيه باش تشد ويا النظام ها الجهه ديال النفسي ديك وتصعب قاعده العيوب كما كان شي قال ربيع بن الخثيم رحمه الله الناس لو كنت سرح للعيوب ينادي يسعى للريحان وتخمى ليا والغرغوري معناه يتشور الانسان يعني ماشي يتشور ذا حبيب ربي ما يقول لك غرغوري يتشور العيوب هكا كون تشور العيوب تشور الدروب العبد ديال هي الدروب يس اللي تشور العيوب العيوب بدا باش سي ربي ماشي يلقى العيوب يس اس دي لي مويسي سالي تشور العيوب يس اللي صقع وسي ربي في الصابر اللي مثل الصابر اخر ان اي مثل أوين يتشغاين سي العيوب الغشي أو إنك نين إتسلمان دي تجمعة اللي يهدى الحاجة في العيوب مدن وكان كون دارت روح الغرف تجمع ونس المقصدين سنسا باش يدي كس على يعني المدن أقيب لين ثقيد الغيبة أقيك تسكر الحسنة فينك إلغي ونظن ماذا قلت تزرع التفكات ماذا قلت تزرع التفكات ماذا قلت تصديق التفكات أين فقط تخلط وين العين تفكت والغيبة ذي تعقيم بلين أما كنت قرر العلماء السلف هذرنا في يوم وحبي فربي هذرنا هذرنا في الاستنديد وين في الاستنديد أز كان يسمح إيش قاسي إيش فكرتو سنة اللي قاطو إيش قاسي تسا خميس يعني السجر في السجر لا بالليل لا عشان ثقاب ده الوقت في الليل في كذيد الحسنة دي مرة في كذيد إذا ستنفكار ده أكادون فكار ده الهادية يواجه يدخل من بكام وتسكر الحسنات الغير تجي تشمس ولوث في السنة النظام أكيد يفيو سيدة ربي سلا عيوب وإذا نفيد هذا الدرد كنين خير لا عيب فاد هذا الدرد دي أفن ما كان يسلم دي العيوب فيس دي الغير فيس عقب لنا أكيد يفيو سيدة ربي وإذا كان يفضح سيدة ربي ما كان تفضح هو يا فغير إذا العيوب من الدرك لذا ثنوين سيدة ربي ما دي بقل العيوب فيه وإذا كان يفضح داخل بخامي كان يد مثل وذي زرع سيدة ربي سبحانه وتعالى الضغط تقول من الغشاء أذكر هذا الكره كل كيزران هذا كيكره على خطر أدي في قلغة فوذ بيك أي نشم وجميل العبد هذا كيحمي الله أكبر كما يتمثل يقال شفو غفيا من كل يوم الذي يلهي إيمانيش كل يوم الذي يلهي العيوفيش كل يوم الذي يرقع الذي يرقع إيمانيش كل يوم الذي جهد تنفسي فيش أكام من كل يوم أذي الحوض بضريد للمستقيم شوية جنسان خدم المجتمع المسلم مجتمع إيماني يصير حش الخير ألي اللي نقرب الدن ولاش البوض ولاش الكروه جام ولاش تعذف أذي اللعبة الدن مثل أماكن يوم أصير ربنا ذريا إنما المؤمنون إخوة المؤمنين ذات مثل أن يذكون المجتمع يقرب يحمل الغشي قاتل تجمس ورجع يا ربي من المؤمنين حق الايمان ارجع يا ربي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.